والله هذا القصيد اللي لي اقوله. لا ابي القصيدة اللي صورتك مقطع فيها يوم النظر. والله العظيم قسم بالله اقوله هذه صحيح. احتمي دور القبيل لو في الموقف هجوم وانثني من دون راب الى جمجالها لا بتي خطلان الايدي عماعن الخصوم في نهار الحرب ما ينثني خيالها الدواسر والدواسر ذرا كل مهموم درع للخايف وعزن منه جالها العصا تسم وتن ها تقول انت مخدوم ارتح ارتح في ذرا سودها واشبالها والكرم حناها له وايضا خيار السلوم للدواسر خص ما غير نحدنا لها سلامتكم ولا على جميع كل طيب ولا سامع زود والله اني صادق لكن فيه واحد يفتخر ويهضم حقوق الرجال وهذا ما فيه خير في القصيد دايم اللي يمدح ربعه حق مشروع لكن لا يهمش مالكم زود انا عندي شله مع ان صوتي بعد متقطع لكن الله يعينكم علي تسمعوني شاز الله يا صاحبي شلي